وش الجرة الحكيمة. أما دمار فهمه الأكبر أن يدمر هذا الكون لنرى. هيا يا آلتي الحبيبة اشتغلي، اسمعيني صوتك الرهيب. وأنا كذلك تبولة، أشعر بالنعاس الشديد. فقد رمينا اليوم الكثير من الأوساخ في النهر وأكلنا حتى امتلأت بطوننا، ولهذا أشعر أنني إذا نمت فلن أصحو قبل شهر. شهر واحد فقط. أروع أن نأكل ثم ننام ثم نصحو كي نأكل ثم ننام. ما أروع أن نأكل ثم ننام ثم نصحو كي نأكل ثم ننام. سنشخر يا سلام. وتذكروا دائما أن هذا الكون الجميل هو أمانة غالية بين أيدينا، وأننا سنترك هذه الأمانة للأجيال التي ستأتي بعدنا. فهل سنترك لهم الأرض صحراء قاحلة بلا ماء، والماء هو الحياة؟ فكيف سيعيشون إذن؟ هل سنترك لهم الأرض بلا هواء نظيف، بلا أشجار؟ كيف سيتنفسون؟ هل سنترك لهم الأرض والبحار والأنهار بعد أن نزرعها بالنفايات والسموم؟ كيف سيزرعون؟ ومما يأكلون؟ لقد خلق الله هذا الكون جميلا نظيفا، فلنحافظ عليه نظيفا جميلا ولنحمه من الأخطار.